أهلا وسهلا بكم في النوع الثالث من أنواع السياحة، وهي السياحة الثقافية. طبعا التعريف الخاص بالسياحة الثقافية هي التي يكون الباعث الأساسي عليها، الدافع الذي يدفع السائح لاختيار هذا النوع من أنواع السياحة تحديدا، الثقافة، تعطش السائح للثقافة وزيارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف والتعرف على الصناعات التقليدية أو أي شكل من أشكال التعبير الفني، والحضور في بعض الفعاليات الثقافية مثل المعارض أو المهرجانات. إذن الدافع الأساسي اللي يخلي السائح يختار وجهة سياحية حتى يتمتع بالبعد الثقافي الموجود في هذه الوجهة السياحية هو تعطشه لتجربة هذه الثقافة، يريد أن يزور المواقع الأثرية، المعالم التاريخية، لأن المعالم والمواقع زي ما أنتم عارفين تعكس البعد الحضاري للوجهة السياحية. أيضا التعرف على الصناعات التقليدية، لأن هذا شيء ممتع، شيء يتميز في هذه البلدة أو في هذه الوجهة دون سواها. ما راح تلاقي الصناعة هذه التقليدية يعني بحذافيرها أو زيها 100% في بلدة أخرى، ممكن تلاقي شيء مشابه لكن مثلها بالضبط ما ممكن. أيضا يحدو السائح لأنه يمارس أو يختار السياحة الثقافية لأنه يريد أن يحضر بعض الفعاليات الثقافية مثل المعارض والمهرجانات التي تقيمها الكثير من الدول السياحية. طبعا المميز في السياحة، الشيء المميز في السياحة الثقافية إنها تعتبر مقوم سياحي غير متكرر أو متشابه أو حتى قابل للمنافسة. على سبيل المثال، أنت لو اخترت مثلا الصيف هذا تقضيه في الهند، الهند طبعا بلد عريق وعندها ثقافة وحضارة ويعني امتدت على مئات السنين. لو جيت الهند وزرتها راح تلاقي زي ما قلنا ثقافة مختلفة، عادات وتقاليد، أشياء كثيرة ما تخطر على البال، تختلف اختلاف كلي عن الثقافة اللي أنت جيت منها والباك جراوند اللي أنت جاي منها. طيب لكن لو الصيف اللي بعده قضيته مثلا في الفلبين، راح تشوف أيضا ثقافة مختلفة، أكل مختلف، طقوس مختلفة، قيم، عادات، تقاليد، أشياء مختلفة تماما عن اللي شفته في الهند. فهذا الشيء اللي يميز الثقافة أو السياحة الثقافية عن غيرها من أنواع السياحة، مثلا على سبيل المثال السياحة العلاجية، لأنه مثلا السياحة العلاجية البرودكت أو السيرفيس اللي أنت راح تحصل عليها ممكن تكون متشابهة، هي نفسها لكن تختلف في درجة التقدم، مثلا في ألمانيا مختلفة أو متقدمة عن دولة أخرى. لكن السياحة الثقافية لو لفيت العالم كله في كل دولة راح تلاقي ثقافة مختلفة عن أختها. أيضا اللي يميز تتجلى أهمية السياحة الثقافية فإنها تساعد على تأسيس وتدعيم وتعزيز الهوية الثقافية للبلد وللشعب المضيف، كما أنها ترسم تلعب دور كبير في أنها ترسم الصورة الذهنية للبلد في أذهان السياح. فقد ما يتأثر السائح بهذه الثقافة، قد ما يتعايش معها، قد ما يعجبه طقوسها، راح ترسخ في ذهنه، وبالتالي هذا السائح رح يرجع البلد هو يحمل رسالة مختلفة، صورة مختلفة تماما عن الصورة اللي جاء فيها للبلد هذه، وبالتالي رح يقدر انه يغير في اذهان الصورة الذهنية في اذهان السياح او الاشخاص الموجودين في البلد اللي اتى منها هذا السائح. ايضا السياحة الثقافية تعتبر احد اهم الادوات في تطوير الصورة الايجابية عن الدولة بشكل دولي أو بشكل عالمي. زي ما قلنا الصورة الذهنية في ذهن السائح لما يرجع كفيلة بأنها تغير الصورة الذهنية في أذهان الشعب الأصلي للدولة اللي أتى منها السائح. أيضا تلعب دور كبير فيها، تحيي العادات والتقاليد وتساعد على ترميم المواقع الأثرية والمعالم، لأن إحنا قلنا أحد أهم الأسباب اللي تخلي السائح يختار الثقافة أو السياحة الثقافية دون غيرها لأنه متعطش لأنه يزور المواقع الأثرية والمعالم التاريخية. فلما الدولة أو الحكومة أو المؤسسات الخاصة السياحية الخاصة لما تلاحظ توجه السياح لهذه البلدة أو لدولتهم لأنه عندهم مثلا ثروة أو حضارة، فحضارة يعني تنعكس في معالمهم، في
في المواقع الأثرية اللي عندهم، أكيد راح يهتموا في ترميم هذه المواقع، الاهتمام فيها حتى يجذبوا أكبر عدد ممكن من السياح. أيضا السياحة الثقافية تساعد على مسألة تساعد في مسألة مهمة جدا، وهي أنه تلاحظون أنه العصر اللي احنا نعيش فيه الآن عصر كثرت فيه الصراعات والأزمات. ليش؟ لأنه في اختلاف كبير وفي سوء فهم حاصل لأسباب عديدة، ممكن تكون أسباب عرقية، دينية، اجتماعية، ثقافية. السياحة الثقافية يجي دورها هنا في أنها تشجع على التواصل بين الشعوب المختلفة والتفاهم والاندماج، وبالتالي تحقيق الانسجام الثقافي.